تغير مجريات العملية العسكرية في منطقة كرش جنوب البلاد يعزز من الانتصارات للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. وقد غير التكتيك العسكري للجيش والمقاومة في المعارك الأخيرة الكثير من التوقعات، حيث تعرضت الميليشيا لضربة أخرى كما حدث في المعارك السابقة حين عادت إلى مناطق تسيطر عليها قوات الشرعية في ذات الجبهات. ممتاز، هذا ممتاز. هنا أعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة انتشارها بشكل مغاير لمعاركها السابقة، وحققت انتصارات محدودة في تلك الجبهات، موقعة خسائر في قوات الميليشيا والمخلوع. التعزيزات العسكرية التي دفعت بها الميليشيا إلى جبهة كرج لا تقل أهمية عن سابقتها، باعتبار هذه المنطقة استراتيجية وبوابة رئيسية إلى محافظة الجنوب، لكن الانتشار الكثيف للجيش والمقاومة منع من تحقيق أي تقدم. المعارك الأخيرة جعلت قوات الميليشيا والمخلوع تخسر مواقع في جبل السود وقرن الذياب، وهو ما مكن الجيش والمقاومة من التقدم تجاه مواقع جديدة في منطقة الحويمي. وتكتسب معركة كرش أهمية كبيرة بالنسبة للشرعية وفقا للمراقبين، كونها إحدى الجبهات التي تشكل خط دفاع عن العاصمة المؤقتة عدن، وتسعى لفك الحصار عن مدينة تعز المحاصرة،